5 ملايين دينار يوميا هي الخسائر التي يتكبدها قطاع بيض المائدة في العراق بسبب فتح الاستيراد، رغم إعلان وزارة الزراعة اكتفاءها الذاتي من إنتاج البيض محليا. يقول أصحاب معامل إنتاج البيض إن تحديا آخر يواجههم هو ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. احنا عندنا اليوم الخسائر يوميا بحدود 5 ملايين دينار، صار لنا بحدود 6 أشهر على هذا المنوال. ما زاد الطين بل قبل فترة وزير الزراعة قال إنه إحنا حققنا الإنتاج الاكتفاء بالإنتاج وعلى أساس حتى نصدر، لكنه تفاجئنا بفتح المستورد. يمتلك العراق نحو 100 مزرعة لإنتاج البيض تحقق الاكتفاء الذاتي للبلد من مادة بيض المائدة، ويعمل فيها 1,500,000 عامل أغلبهم مهددون بترك العمل والانخراط ببطالة سببها فتح الاستيراد. مشغلين أكثر من 1,500,000 عامل على مستوى العراق. 1,500,000 عامل، القطاع إذا ما تدخل الدولة بإجراءات لحماية هذا القطاع راح يكونون معرضين للبطالة. وبالفعل احنا من ضمن الشركات جزرنا بعض القاعات وسرحنا عمال في سبيل انه نقلل الخسائر. وزارة التخطيط من جانبها ترى ضرورة تدخل الدولة لحماية المنتج المحلي وأصحاب المشاريع من الخسارة عبر تنظيم عملية الاستيراد وعدم فتح الحدود بشكل مطلق والتعامل معها بحسب الطلب والعرض في السوق المحلية. فتح المنافذ بشكل مطلق فله تأثيرات سلبية كبيرة على الإنتاج المحلي وعلى الاقتصاد على المدين المتوسط والبعيد، وله تأثيرات أيضا سلبية مباشرة على توفر العملة الصعبة في البلد وعلى أيضا توفر فرص العمل واختلالات كبيرة في القطاع الخاص. وتمتلك المثنى 4 مزارع لإنتاج بيض المائدة تحقق اكتفاء ذاتيا يقدر بإنتاج 750,000 بيضة يوميا، لكنه تراجع بنسبة 60% بعد فتح الاستيراد. من المثنى خليل بركات، يو تي في.